بغيتو تعرفوا شنو جالزهركم اليوم؟ ايوا اجيو معايا. غنبداو من عند كابول الجوزاء اللي مهي يلتزم وعودك تجاه الزملاء وما تهربش من مسؤوليتك في العمل. عاطفيا كتحاول جاهدا ارضاء الحبيب ولكنك تشعر انه لا يبالي ومع ذلك تواصل سعيك لتصل الى نتيجة. اما صحية لا تخترق الاعذار كلما عرض عليك الاصدقاء القيام بنشاط خصوصا هذا اليوم. برج الثور مهنيا تتخلص اليوم من الكثير من الضغوط المربكة وتعرف كيف تتعامل مع الصعوبات. عاطفيا الكثير من الموضوعات المهمة التي تناقشها مع الحبيب اليوم. صحيا استفد من الطقس الجيد لممارسة المشي صباحا ومساء لتتخلص من البدنة. أما برج الحمل فمهنيا لا تستبعد تعاونا مع فئات جديدة وتبدل لبعض الأوضاع بحيث تضع حدا لشراكة أو لتعاون. عاطفيا تتجاوز الصعوبات برفقة الحبيب وتتقرب منه أكثر ولا تؤجل مشاريعك المقررة. صحيح تتخطى مرحلة من الصعوبات تترك فيك أثرا سلبيا انعكس على وضعك الصحي. برج الأسد مهنيا احمي مصالحك من الكلام المعسول ولا تبحث عن الجدل بل عن التوافق والحلول التي ترضي معظم الأطراف. عاطفين أنبهك من الانفعال والمعاندة أو التكبر على الحبيب بل بادر إلى الاعتذار فهو سهل لحظة ارتكاب الخطأ وليس مذلا. أما صحيا من طلب المحافظة على صحة سليمة عمل لذلك كل ما في وسعه. أنت من أصحاب الإرادة الصلبة فلا تخاف. برج السرطان مهنيا قد يتعكر مزاجك اليوم بسبب بعض التأجيلات في نطاق عملك. أما عاطفيا تهمك مصلحة الحبيب وتحاول أن تساعده على تحقيق طموحه ومشاريعه. صحيا لا تحاول رفع أوزان ثقيلة فأنت تعاني ألما في الظهر. برج الميزان مهنيا كن جريئا هذا اليوم وأظهر مقدرتك على تحمل المسؤوليات الجديدة. عاطفيا قوي الروابط التي تزعزعت وأزل الالتباسات والخلافات بينك وبين الشريك. صحيا لا تعقد الأمور واستمتع بحياتك لأن الحياة جميلة. برج العذراء مهنيا يسلط هذا اليوم الضوء على قضية مهنية متداخلة مع شأن عائلي. أما عاطفيا إذا كنت واحدا فقد تجد فارس الأحلام. تعرف على لقاءات مشوقة. صحيح قد تقطع عهدا على نفسك للقيام بكل ما يلزم من أجل المحافظة على الصحة سليمة. أما برج الجدي فمهنيا تجنب الفوضى ومحاولة بعضهم زجك في ورطة وحاول أن تتصرف بهدوء ولا تعر بعض الانتقادات أهمية. عاطفيا أوضاعك العاطفية تبدو جيدة لا بل تستفيد من كل ما يحصل في هذه الأثناء. صحيح الأجواء الإيجابية والمريحة التي تعيشها تنعكس إيجابا على صحتك. برج القوس مهنيا أنت على بعد خطوة واحدة من تحقيق مشروع أحلامك فكن على استعداد له. عاطفيا تضايقك كثيرا متطلبات الشريك التي لا تتوقف عند حد وتثير أعصابك. صحيا بعض الألم في عنقك أو ذراعك خفف من الجلوس طويلا أمام الكمبيوتر. أما برج العقرب فمهنيا تشعر بالنشاط والحيوية ما يساعدك على إنهاء عملك بسرعة وسهولة. عاطفيا لا تتصرف في اتخاذ قرار بشأن علاقتك بالحبيب قد تندم عليه لاحقا. صحيا تنعم بالهدوء والراحة النفسية بعد تمضية بعض الوقت بمفردك. برج الدلو مهنيا تدهش المحيطين بك وتزيد من عدد المعجبين على صعيد بعض الأعمال ويؤدي أحدهم دورا في هذا المجال. عاطفيا قدرتك على تقديم الحجج المنطقية تبقى كبيرة وتفتح أمامك الأبواب. تجد دائما الأجوبة عن كل الأسئلة وتربك الشريك في أوقات كثيرة. صحيح لا تمطل ولا تسوف للبدء بممارسة التمارين التي وصفها لك الطبيب معالجة أوجاع العنق والظهر. الآن غختم مع برج الحوت لمهنيين لفوا الهدوء والركود أجواء هذا اليوم الأمر الذي يمنع حصول التطورات الكبيرة. عاطفيا يتغير الوضع وتنتعش العواطف وتتحسن الروابط وتزول الالتباسات بسهولة. صحيح لا تخرج من المنزل من دون تناول الفطور كل شيء خفيفا. لهنا كانت هي أبرجنا هذا اليوم. غادي نودكم حتى نتلاقاو مع أبرج غدا. تبقى على خير.